مظلومين يا أمير المؤمنين أجي شوف المنزلة يا صاحب الجلالة مقهورين ومظلومين يا أمير المؤمنين أجي شوف المنزلة يا صاحب الجلالة. المشكلة أخويا عندنا هو المشكل ديال الماء، الماء معذبين به. أنا حاليا دابا أنا نفيسة وخارجة كنسقي الماء، أنا خرجي لي الطبيبة باش ندير شبكة على هكرتي على حساب الفتق اللي خرجوا لي الماء. علاش حنا معذبين وحنايا جينا بنا كلنا فيلات وكلنا وصل الحضارة حتى لهنا، وصل الجبال وصل الحضارة، علاش بالضبط حنايا اللي عندنا 9 كيلومتر بيننا وبين مراكش وجينا بنا السياحة حدانا الكواد حدانا الجمال حدانا كتوصل السياحة حتى لعندنا وباقيين حنايا واصلين النيفو ديال الناس اللي كاينين في قر الجبل. الله يرحم والدينا كان ممكن يوصل صوتنا والناس يشوفونا ويحسوا بنا، راه مقهورين مقهورين وبزاف. الماء ما عندناش، السيتيرنا كتنسانا كتجي يومين نهار على حسب هو وكانت هذاك السيد قلت ما سالك تيقول لك راه ماشي انتم اللي كاينين، راه الاغلبيه ديال الناس اللي في دوارنا ما كاينينش، راه هاد الحراره هرباتهم شي غادي عند عمو شي غادي عند عائلته باش يشرب هذاك اقتراط الماء. ودابا راه حنا راه مقهورين، الله يرحم والدينا الا كان شي حل ديروه معانا، ما كرهناش حنا راه ديما توصلنا بحالنا بحال الناس بزاف بزاف. واخا نقول لك بزاف كاينين الناس بزاف، لا بزاف راه كاينين كل دار عندها 4 الوليدات 3 الدار اللي فيها 5 كاين الدار اللي فيها النساب وفيها العريسات، ولكن اخويا هذا لا صوتنا ما باش يوصل. تنتمنى من جلاله الملك يشوف هذا الشيء، تنتمنى يا ربي جلاله الملك يشوف هذا الشيء ويحن في الشعب ديالو. ما نقول لكش راه ولادنا هكا تيخرج لهم لو سخو ما لاقينش باش يغسلوا، والطواليت ما بقيتش راه فدي لها الهم الطواليت والحوايج ما بقيتش كنصبنهم، لا بزاف. وهاتي التربيه ديالي انا قالوا لك على الاقل 3 المرات في هذا النهار ندوش لها، ما بقيت حتى باش نشرب باش ندوش للبنيه ما لاقيش ما نشربوا، تنشربوا الماء عامر بكالكر وعامر زغلال، تنصفوا الزغلال بالشبكه باش حنا نشربوا الماء، اقسم بالله العظيم. وتشوف البيدوات اقسم بالله ما تعطيه انت الكلب حاجه كلها المش يشرب هذاك الماء، البيدوات حالتهم مزعلكين مع الصباح كتلقى هذاك السل ولا البانيو عامر تراب وعامر كركير وعامر هذاك الشيء حمر، ما عاد نداوي وقمت تبرد لنا حاجه اخرى. لقاو الكلاوي ديالنا حتى هما خاصهم ديالوس وخاصهم زباله الفلوس. دابا الله يجازيك بخير، تنتمنى هذا الصوت يوصل، تنتمنى وعاش الملك يا ربي يشوف ملكنا يشوف هذا البرنامج ولا يشوف هذا الروبورتاج ويحن فينا لحقاش يشوف يوجه الوليدات، يشوف يوجه الوليدات راه مقهورين. حنا بغينا غير نشربوا وندخلوا بحالنا بحال الناس الطواليطات ونمشيو نغسلوا عظامنا، ما بينا حتى حاجه. النداء ديالنا هو مي، راه حنا تقهرنا وليداتنا تقهروا، راه حنا تنعانيو، راه النص في هذا الدوار راه مشى فحالو على قبل الماء وحنا ما لقينا فين نمشيو. راه سيتيرنا تتجي عندنا 3 ايام 4 ايام تتنسانا عاد تجي سيتيرنا، وحنا راه تقهرنا سيدي، قتلونا الخنز ديال الطواليطات ما كاينش الماء ما نخويهم، قتلونا المواعن ما باقي لقينا باش نغسلوهم، عظيماتنا ما لقينا باش نغسلوهم، الناس تيدوشوا نهار على نهار، حنا راه سيمانه سيمانه ولا 10 ايام عاد تندخلوا للحمام. عاش الملك الله ينصرو، الا ما ديروا لنا حل توصلنا لا راديمه ولا شي سقايه ولا اللي كان، المهم نلقاوها بحالنا بحال الناس. ما كاينش اسيدي ما كاينش ما كاينش الماء والله ما تندوشوا تدواش، راه وليداتنا ولادي حرقهم لحمهم وحنا ولادي حرقنا لحمنا راسنا لا حلينا لكم راسنا تخلعوا، وحق الله الا بغينا نخنازوا راه الماء قهرنا ما كاينش حسن الماء سيدي. مقهورين ومظلومين يا امير المؤمنين اجي تشوف المهزله يا صاحب الجلاله.